كمان مكملين رشا بمساحتنا الاجتماعيه، ورح نحكي اكثر عن غرف المصادر، حكينا عنها سابقا، اليوم رح نتوسع فيها اكثر، وهي الدمج طبعا عم يتم تطبيقها بمدارس الدمج. كل التفاصيل رح تكون مع ضيفنا عقاب الحلبي، منسق جمعيه اعمال طبعا سبل. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. هلا نحن بحلقات ماضيه حكينا عن هذا الموضوع، وكان في كانت مبادره جديده والخطوه جديده، قدرنا نتعرف من خلال ضيفتنا عن المصادر بس اليوم نحن بدنا تفاصيل اكثر، وين وصل المشروع، وين صرتوا بالمبادره. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. غرفه المصادر اليوم نحن لما هي كمصطلح جديد، صح، ليش اجت او ليش نشا هذا المصطلح او ليش نشات هي الحاجه؟ من نتيجه احتياج المجتمع، لما صار في عندي قانون او شيء عندي مفهوم يسمح بالدمج باطفال ضمن المدارس، بمعنى الأطفال اللي بيعانوا من الاضطرابات النفسية أو النمائية المحددة وغير المحددة منها، والأطفال بيعانوا من إعاقات بصرية، سمعية، ذهنية، أي عقلية، أيا كانت نوع الاضطرابات أو الإعاقات. طبعا ما بيعني هذا الكلام أنه نحن كل الإعاقات مسموح فيها الدمج ضمن أقرانهم الطبيعيين بالمدارس الحكومية أو المدارس الخاصة، إنما بعض منها، وخلينا نقول الأكثر، يعني أكثر الإعاقات اللي هن قابلين للتعلم أو أكثر الاضطرابات والأطفال اللي هن قابلين للتعلم وقابلين للعلاج، هن ممكن يدمجوا ضمن المدارس التعليمية أو ضمن المدارس العامة بشرط أن يكون الدمج اجتماعي وتعليمي بآن واحد. يعني ممكن اليوم الطفل يروح على المدرسة، فهو شرط المعلمة اليوم غير قابلة على تحمل أو أعطاء اهتمام، خلينا نسميه، أو مساحة زيادة عن الوقت لهيدا الطفل بشرح الدرس أو باستخدام. فنشأت ما يسمى بغرفة المصادر بضمن ما يكون فيها أخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي أو معلم بالتربية الخاصة، يسموه معلم غرفة المصادر. فبيكون في عندي حصص أسبوعية لهيدا الطفل، بحيث أنه إحنا بنسميها نوظف المنهاج حسب قدرة الطالب. يعني طفل الدمج اليوم هو غير مطالب بالمنهج من أي زد، هو مطالب بشيء يناسب قدرته الذهنية واستيعابه، بالإضافة لأنه يتماشى مع المنهج المدرسي. نعم عقاب، يعني غرف المصادر اليوم قد ايه مهمة، وخاصة كان في أثر نفسي سلبي للأهل لما ينرفض ابنهم ببعض المدارس ويضطروا يحطون بمراكز معينة، يعني يكون ما في هذا التواصل الاجتماعي للطفل اللي هو بحاجته. اليوم قد ايه مهمة هي التقنية غرف المصادر وآلية الدمج اللي عم تكون بالمدارس الحكومية. تماما. اليوم الطفل بده يدخل على، يعني اليوم الطفل أساسا لما بينرفض، ما فكرة الرفض هي، يعني معلش اليوم المعلمة ما إلى شيء عند الطفل لحتى ترفضه، أو حتى المدرسة أو الإدارة، لكن عندي اليوم أنا شيء سبب لي عائق بالعملية التدريسية، فسبب لي تأخر، فمباشرة نحن الآن بتحاول تسحب هيدا الطفل لغرفة المصادر. طبعا دائما غرفة المصادر هي بتكون قاعة صفية مثل أي صف آخر، لكن مزودة بتقنيات زيادة، بوسائل إيضاح زيادة، بوسائل التنمية الفكرية، وسائل نطقية، إلى ما هنالك من بعض التقنيات الحديثة اللي بتساهم بتعزيز عملية التعلم عند الطفل. لكن الصف التقليدي اليوم هو عبارة عن صف سبورة، ويعني المعتاد أو اللي بنعرفه نحن. لما بيكون طفل، لعم بيكون عندي تعلم لأربعين طفل، خمسين طفل، فهو بالقاعة الواحدة، فهيدا بيسمى بالتعلم الجماعي. المعلمة عم ترسل المعلومات ورح توصل لكل المستقبلين أو لكل الأطفال من خلال قدراتهم أو حسب قدرة استيعاب كل طفل، بينما أنا اليوم عم أقول عندي طفل مختلف عن هاي الأقران، سواء بدرجة الذكاء أو بالسلوك الانفعالي أو حتى بالمشاعر، فمباشرة أنا بدي أنتقل للتعلم الفردي من خلال جلسة فردية بيني وبين هيدا الطفل. إذا بدنا نحكي اليوم تقبل الأهل بأنه طفلهم يطلع على غرفة المصادر، هذا أمر يعني خلينا نقول هو مجبرين عليه أو هو ملزم، يعني العكس، أنت اليوم تحمي ابنك لما بيطلع على غرفة المصادر لمدة يوم أو يومين بالأسبوع أو ثلاث أيام بالأسبوع حسب شو ممكن تقدم له هي المدرسة. إضافة إلى الطفل اليوم هو متغير، يعني درجة الذكاء أو خلينا نقول نسبة الذكاء أو معدل الذكاء عن طفل كل ست شهور ممكن يتغير أو يتطور. الاستجابة ممكن تتغير كل ست شهور، حتى باختبار اليوم الذكاء نحن ممكن كل ست شهور نعمله للطفل لنتأكد من درجة التحسن تبعه، قديش صار نسبة التحسن بالمية، 20 30 40، وهذا بالتالي بيعطيني نسبة نجاح الخطة التربوية اللي أنا وضعها للطفل. تمام. بس كرمال نوضح شوي الفكرة، اليوم الطفل وقت اللي عم يكون يدخل بعملية الدمج عم بيكون مع الطلاب العاديين أو بغرفة المصادر، يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن كان من التوحد،
عم يكون في فرد بالطلاب او كيف؟ تمام. الطفل اليوم هو لما بيدخل على صف الدمج عم بيكون بيدخل لمديريه البحوث بوزاره التربيه بيعملوا له اختبارات معينه. طبعا الاختبار بسيط، ما انه اختبار نحن بنقول اليوم يعني اختبار انه ما بيمنع دخول الطفل. حتى اطفال اعاقات سمعيه ايضا عم يدخلوا على المدارس الدمج. الطفل بعد ما يكون انهى مرحله التاهيل والعلاج ضمن مراكز التربيه الخاصه تمام. يدخل الى مرحله الدمج بعد اجتيازه بعض الاختبارات. هون الطفل بيدخل ضمن اقرانه الطبيعيين بالمدرسه بالصف، بيشاركهم بكافه يعني الحصه الاولى للحصه السادسه هو موجود معهم، لكن عندي بعض الحصص الفرديه خلال الاسبوع، يعني قد تكون ثلاث اربع حصص خلال الاسبوع تماما فقط، نحن بنسميها يعني دروس خاصه، جلسات فرديه اقوى، تعزيز لعمليه التعلم عند الطفل، لكن الطفل موجود بالباحه، بيعيش الحياه المدرسيه، الانضباط، التنقل الاساتذه او تغيير الاساتذه، الخبرات التربوية، المعلمين، الجو العام. طبعاً الكثير من الاضطرابات اللي عم بتكون موجودة داخل هيدا الصف من اضطرابات صعوبات التعلم، اضطرابات النطق، اضطرابات السمع، طيف التوحد، كثيرة من الاضطرابات الانفعالية والسلوكية موجودة بي داخل هي القاعة، لكن احنا ما بناخذ يعني ما بنجمع الاطفال كلهم وبنحطهم بقاعة اسمها غرفة المصادر ابدا، هيدا بعض المفهوم الخاطئ عن بعض الاشخاص، لا هو الاطفال موزعين بالشعب كله بشكل متساوي وبيكون في تواصل بين معلم المصادر ومعلم الصف. طيب يمكن زينب عم يحكي شيء من آلية تطبيق غرف المصادر، بس في هيك سؤال قبل ما تروح لعند زينب، اليوم نحن عم نعرف الطفل بحب يقلد الأشخاص اللي حواليه أو يتأثر فيهم، اليوم ما بيخاف الكادر التدريسي إنه الطفل الطبيعي إنه يشوف إنه في اختلاف عند هذا الطفل يروح يغير إنه يتغير يحاول يقلده كرمال إنه ياخذ اهتمام أكثر من الكادر التدريسي؟ طيب إذا تسمحي لي هون، نحن إذا عم نحكي اليوم على اختلاف فهي الحالة صارت شديدة، الحالة صفت شديدة، يعني أساساً الحالات الدامجة اليوم هي خفيفة إلى متوسطة تمام، يعني بسيطة خفيفة إلى متوسطة وأقل من المتوسط قد تكون أو أكثر من المتوسط بشيء بسيط عم يتم دمجها. الحالات الشديدة لا يتم دمجها بالمدارس، يعني الحالات الشديدة هي أساساً غير موجودة لأنه هي تؤثر سلباً على العملية، هي في إلى مراكز متخصصة ممكن أحياناً بعض السلوكيات، بعض النمطيات، بعض الكلام، بعض الحركات. طبعاً إحنا لا نقصد بأطفال طيف التوحد، بالعكس الكثير من المتلازمات في عنده بعض النمطيات الغير يعني محببة ممكن تكون تقليد صح مثل ما تفضلتي حضرتك، بس نحن اليوم بنخاف الطفل الطبيعي يأثر سلباً على طفل الإعاقة أو طفل الاضطراب، لهيك نحن بنحاول يخليه هذا الطفل بمركزه بيمشي وبيتطور اسرع ما انه يتطور داخل المدرسه. نعم. طب خبرنا هيك بما انه حكينا عن غرف المصادر وفهمنا هيك الاليه التطبيق، مشاريعكم كمان بالجمعيه كيف عم تكون؟ شو محضرين لبعدين؟ طبعا احنا هلا في ضمن خدمات الجمعيه في عندي الفريق التطوعي المتجول لنشر ثقافه ذوي الاضطراب او ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه تتعدد المصطلحات. نعم. عندنا الكثير من الانشطه عم بيقوم فيها، لليوم احنا قمنا بعديد من الفعاليات بدور لاطفال ذوي الاضطرابات او ذوي الاحتياجات، اطفال اضطرابات النطق، صعوبات التعلم، طبعا بدمشق وريف دمشق. هلا اليوم احنا ضمن خطه العمل في عندنا دخول المدارس تحت اشراف وزاره التربيه، وفي بعض التدريبات اللي رح تقوم لمعلمي المصادر ومعلمي الصف للتعامل مع هي الاطفال، اضافه لبعض الجلسات الداعمه لاهالي طبعاً. الاطفال الدامج مدموجين ضمن المدارس، والعديد من الانشطه اللي عم بيقوم فيها الفريق التطوعي واضافه للفريق التربوي والعامل ضمن الجمعيه. نعم. يعطيكم الف عافيه. انا كنت بدي ضوي على نقطه حضرتك حكيتها كثير اليوم مهم، التوعيه عند الاهالي. نحن بنعرف انه كثير من الاهالي بيرفضوا وهذا حقهم، يعني انه انا ابني اليوم حيكون مختلف عن باقي عمره يعني، ولكن هذا الشيء كثير مهم اليوم التوعيه، انه نحن بالعكس انت عم تفيق عم تقدمي سيء لطفلك بهذا العناد بهذا الرفض يلي هو بنرجع بنقول طبيعي بدافع الاهل يعني. فكثير شكرا، بنتمنى لكم كل الخير، وهيك بالمرات القادمه بدنا نعرف تجربه، يعني تخبرنا عن تجربه مرقت بغرفه المصادر. أكيد. شكرا كثير لوجودك منسق اعمال جمعيه سبل، اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لك عقاب. ويمكن من اهم الخطوات اليوم بوزاره التربيه هو اصدار غرف المصادر واليه الدمج، هو كثير خطوه مهمه وتجربه مهمه، وخاصه انه بعرف الجمعيات اللي كانت تشتغل على هذا الشيء كانت تسعى لوجود غرف المصادر. بنتمنى لكم كل التوفيق بانشطتكم ونهارك حلو بهالبردات. شكرا جزيلا.